اخوتي اخواتي الضيوف الكرام، يسعدني ان اتحدث ونحن نحتفل بالمناسبة العظيمة والحبيبة الى قلوب ابنائي وبنات اشور الذين يعبرون عن فرحهم الكبير في احتفالاتهم الكثيرة في شتى أنحاء المعمورة. بمناسبة عيد رأس السنة الآشورية وأجمل هذه الاحتفالات احتفال سهل نينوي، مهد حضارتنا وعنوان انتمائنا وموضع تراثنا الذي نتباهى به وأملنا الذي نتطلع إليه. فهنيئاً للناس أجمع وهم يؤدون واجبهم تجاه أمتنا في مهرجانات العيد المفرح. يا أحفاد آشور وسرجون ونينوس، على المحبة نلتقي وفي طريق النضال نمضي، والإيمان يملأ قلوبنا بأن العد العالمي سيلبي طلب عد السماء في المستقبل. نعم، إن مطلبنا حق، لذا نأمل أن ننال هذا الحق الذي انتزع من أجدادنا ما دمنا نطالب به ونعمل من أجله. وهنا أقول: لا يموت حق وراءه مطالب. يا أبناء أمتنا الأكارم، الانتباه مطلوب منا جميعا. الواجب يقتضي أن نشير إلى الأخطاء من أجل تصحيحها، كما أن السعي من أجل تطوير واقعنا وجعله أفضل مما هو عليه الآن أمر ملزم. يا من يشغلكم موطن الآباء والأجداد العراق وسوريا، نأمل أن تهدأ الأوضاع التي عانى منها الناس كثيرا. يا أبناء القطرين الشقيقين، تشبثكم بالأرض، صمودكم في وجه العواصف الشديدة دليل عظمة ومؤشر قوة. نحييكم ونعظم إصراركم على البقاء في الأراضي الحبيبة إلى قلوبنا. أرواحنا معكم، أنتم والوطن الغالي وشهداؤه في عقولنا وقلوبنا على الدوام. وهنا أشير إلى أهمية احتفال إخوتنا الصامدين في الخابور الحزين على أبنائه الذين ابتعدوا عنه، وهو ينتظر عودتهم إليه، وهو يذكرنا بقول الشاعر المهجري: وزعتهم كف الرياح فهلا جمعتهم يد النسيم الهادي. وزعتهم كف الرياح فهلا جمعتهم يد النسيم الهادي. يا أبناء الحياة، في هذا اليوم العظيم من كل عام نعيش حالة الفرح الممزوج بالمرارة نتيجة الأوضاع الحالية لأبناء أمتنا. هذا هو واقعنا، فعلينا أن نتعامل معه بمنطق العقل والحكمة، عاملين من أجل تحسينه وجعله يسير على الطريق المؤدي إلى الحياة السعيدة لننعم بالكرامة التي نعم بها أجدادنا في ماضيهم المشرق. وهنا أجد نفسي مدفوعاً لأن أقول: السويد، سفيريا وطننا الثاني، والسويديون
إخوتنا باسمي وباسمكم جميعا أقول نشكر السويد وسكانها على ترحيبهما الحار بنا ونتمنى لهما المزيد من التقدم والازدهار والديمقراطية. وفي الختام أقول الأول من شهر نيسان أمانة عزيزة تلقيناها من أجدادنا الذين عرفوا بشجاعتهم وإخلاصهم على مر الأزمنة. نتعهد أمام الخالق والناس أننا سنصون هذه الأمانة إلى أبد الآبدين. آمين. وشكراً لسماعكم.